Colleagues, good evening. زملاء الأعزاء، طبعا مساءكم. أعلن افتتاح الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في أعمال دورته 27. أود أن أبدأ بالنظر في المقررات والاستنتاجات التي تم التوصية بها لاعتمادها من قبل مؤتمر الأطراف، والترتيب الذي سيتم تناول بنود جدول الأعمال معروض على الشاشة. إذن هذا الترتيب الذي وفقا له سيتم تناول بنود جدول الأعمال. أدعوكم الآن للنظر في 2 ح اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض. وبمقتضى القاعدة 20 من مشروع النظام الداخلي التي تطبق، فالمكتب قد نظر واعتمد وثائق التفويض وتقرير وثائق التفويض متضمن في الوثائق FCCC على CP على 2022/9، FCCC على KP على CMP على 2022/8، FCCC على PA على CMA على 2022/9. وعلى أساس تقرير المكتب، أدعو المؤتمر لاعتماد وثائق تفويض الأطراف الذين يشاركون في أعمال الدورة والمتضمنة في الوثيقة FCCC على CP 2022/9، FCCC على KP على CMP على 2022/8، وFCCC على PA على CMA على 2022/9، وكذلك وثائق التفويض الأطراف التي ذكرت للتو. بما أنه ليس هناك من معارضة، فقد تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو مؤتمر الأطراف للنظر في مشروع في بند جدول الأعمال 2 ب اعتماد النظام الداخلي. حسب ما تتذكرون، في أول اجتماع اقترحت أن يقوم عضو رفيع من وفدي بعقد مشاورات غير رسمية حول هذا الموضوع، وأود أن أشكر ميرياند جبران لقيامها بهذه المهمة. ومع التقدير لأهمية هذا الموضوع، فإن الوفود ما زالت متمسكة بمواقفها حول المسائل الأساسية. وعلى هذا أسف لإخبار المؤتمر بأنه لم يكن هناك توافق في الآراء حول هذا الموضوع، ولذلك أقترح لمؤتمر الأطراف أن يستمروا في تطبيق مشروع النظام الداخلي المتضمن في الوثيقة FCCC على CP على 1996/2، باستثناء مشروع القاعدة 42. وأقترح كذلك أن يقوم مؤتمر الأطراف بالنظر في هذا الموضوع في دورته 28. بما أنه هناك ليس هناك من معارضة، تقرر الأمر على هذا النحو. أدعو مؤتمر الأطراف الآن إلى النظر في البند 2 زاي من جدول الأعمال، مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة. لعلكم تتذكرون أنه في الاجتماع الأول اقترحت أن تعقد مشاورات غير رسمية على يد عضو من كبار أعضاء وفدي. أشكر السيدة ميراندا جبران على تولي هذه المهمة. واستندا إلى المشاورات، فإن مشروع قرار معروض أمام المؤتمر لاعتماده، وأدعو المؤتمر لاعتماد هذا القرار بعنوان مواعيد وأماكن انعقاد الدورة المقبلة على نحو الوارد في الوثيقة FCCC على CP على 2022/2. لا أرى أي اعتراض، فقرر الأمر على هذا النحو. يشرفني أن أعطي الكلمة إلى صاحب السعادة معالي السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف 28، لمخاطبة الجلسة العامة باسم الإمارات العربية المتحدة مستضيفة المؤتمر 28. صاحب السعادة، لك الكلمة.